قالوا شحال هذه الناس يتكلموا على قضيه سميتها لا جيستيون دو طون، تدبير الوقت. من بعد قال لك اودي لا، راه الوقت لا يدبر 24 ساعه، راه هي 24 ساعه اللي كتجريها انت ماشي الوقت، اللي كتجري انت بالاولويات ديالك في ذاك الوقت. ملي كتقاد الاولويات ديالك في ذاك الوقت امورك كلها كتبدا. فالانسان خصو يعرف راسو شنو هي الاولويات ديالو. يعني ملي كنقول الاولويات، ملي كنقول الاولويات يعني شنو هي الحاجه اللي كتجي في الترتيب ديال الاهميه عندك انت هي الاولى. ناس كتقول لي مثلا شنو هي الاولويات ديال الحياه، كيقول لك الدين، والديا، ماشي كاع داكشي الزويون اللي ما كرهناش يكون، هو كيحط لك داكشي اللي ما كرهوش يكون اولويه في حياته. كتقول لي واخا حطيت هذوما الاولويات ديال حياتك، هذوما الاولويات ديال حياتي. كنقول اجي نشوفوا كاش كدير، واش هادشي اللي كدير انت يوميا واش نقدر نفهم منه ان هادو هما الاولويات ديالك؟ ما يمكنش. غدا عندك امتحان وانت اليوم جالس كتفرج في الديربي، فما تقولش هي القرايتي هي الاولويه، الديربي عندك هو الاولويه، حيت تعرضوا لك جوج ديال الامور مهمه وقدمتي وحده، بالنسبه لي هذيك هي الاولويه. والدي اولويه مزيان، كنقول العقادي ديال جا عندك صحابك، صاحبك بغاك تخرج معاه والوالده ديالك محتاجاك انك تهزلها شي تقول توصل لها لواحد البلاصه، وكتخلي الوالده وكتخرج مع صاحبك. فما تقولش هذه اولويه، يستحيل تكون هذه اولويه. اذا لابد من اعاده ترتيب الاولويات عندك انت. غترتب الاولويات هذه وحده، من غترتب الاولويات تكون على يقين انك غادي تلقى واحد الهامش ديال الوقت الشيط، لان للاولويه ديالو الاتقان، وقال الشيخ حفظه الله الاحسان في التخصص ديالك انت بعد الدراسي، ما نظنش انه لهذا اولويه ديالو كيدوز 5 سوايع في الفيسبوك في النهار. اذا الفيسبوك ولا هو الاولويه ديالك، وما تكذبش على راسك. اما اذا دخلت الانستغرام هذاك موضوع اخر. لا، القضيه ديال ضبطوا المسائل ديالك. مثلا غتقولي مثلا دخلنا لي ريزو سوسيو، دخلنا مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي اش الله يفتح لك، قولي اش كتستافد منها. مثلا غتقولي في الانستغرام كاين مثلا واحد الانفلونسور مثلا متبعينه واحد 500000 600000 يزيدون او ينقصون، مليون جوج المليون، المهم هذاك الانفلونسور، هذاك المؤثر ان صح التعبير، راه تيتخلص. يعني غتقول لي واش مستافد بالانستغرام؟ نقول لك مستافد فلوس، دخلها حلال مدخلها حرام هذا موضوع اخر، المهم دخل فلوس. انت اللي تابعو اش كتستافد؟ بغيت غير نفهم انا داك الانستغرام بالنسبه لي هو سي لا ميثولوجي، يعني اساطير، فهمتي؟ عاد كيعاودوا لي على ما داخلش داك العجب، ما كعرفوش كيفاش داير الانستغرام. كيقول لك لا، راه واحد كيبقى يحط في التصاور الفيديوهات ديالو، كيقول ليه مزيان، كيقول لك راه كيتبعوه الناس مزيان، من بعد كيبدا يدير الاشهار ولا كذا الى اخره، كيبدا يشد عليه فلوس. انا خديت يشد لهم غير الانستغرام بوحده كمثال، كنقول هادشي كله زوين. اه انت في هذا الفيلم كله، انت اش كدير في هذه اللقطه هذه؟ كنتفرج فيه، هو كيتصور كيحط صوره وانت كتفرج فيه. ما بغاتش هذه، باقا ما بغاش تدخل لي دماغي المنطق في هذه، باقا ما بغاش يدخل لي دماغي. فملي كتلقى تبارك الله شباب خدامين غير باكس ايكغيك والبينير والزيرو ان والدو بوان زيرو، والله اعلم الريفوليسيون اللي جايه بار لا سويت ديال لا ماشين انتيليجونت الى اخره، وتقول لي كنتبع التصاور ديال هذيك خيتي وديال ذاك خينا، في هو لبس الليموني، هو لبس في الزرق، هو لبس في الكشكوشي، هو مع تجداري الى اخره. ما عرفتش سيريوز، والله العظيم صراحه، يعني واش كتظن زعما هذه اولويه؟ راه ما غتخصص انت، ما غتقن التخصص ديالك، ما غتعلم دينك، ما غتحافظ على ديك السدريه ديال الحسنات اللي كتجي تجمعها هنا في محاضره بحال هذه. راه كتورك هذيك لا لوب، كطلع لك خيتي كدير لك بحال هكا، مشى كل شيء في المزاح. ونبقاو نتفلاو. حدا كاس كتصور راسها لابسه، شو كتصور راسها ما لابسه، شو لعبت انا وراجلي في الدار، انا وراجلي في السطح، انا وراجلي في المصيبه. لا انا مالي. دبروا الاولويات ديالكم، ديروا تدبير، الاولويات هي الاولى. حيدوا الخبات اللي زايد كياكل لكم الوقت، سكون ابيل لي كرونوفاج، يعني الاشياء التي الكائنات التي تقتات على الوقت. الناس كيتكلموا على ليزونتروبوفاج، ليزونتروبوفاج هما اللي كيقتاتوا على لحم بنادم، هما اللي كنسميوهم حنا بالكانيبال. وكاين عندك لي نيكروفاج، هما الكائنات اللي كتقتات على الاموات، سواء كانوا من بنادم ولا من كائنات اخرى. لي نيكروفاج هذيك فاج هي كياكل، نيكرو هي الموت، اونتروبو هي بنادم، فاج هي كياكل. دابا الناس يتكلموا على لي كرونوفاج، يعني الكائنات التي تقتات على الوقت. عرفتي شحال عندك ديال الكائنات كتاكل لك في الوقت يا ولدي؟ ودير الصيد، الناس داروا لاشاسو سورسيير، دير انت لاشاسو وكرونوفاج، حيد هذاك العجب، عرفتي راه غادي تنبهر من العدد ديال السوايع اللي كيشيطوا لك انت في النهار. غيبقى لك الوقت لتتقن فيه تخصصك، ويبقى لك الوقت لتتميز فيه
في دينك. لو بغيتي تعرف الحد الادنى المعلوم من ديني بالضروره، ولا بغيتي تزيد شويه لقدام، ولا بغيتي تزيد شويه لقدام، تزيد شويه لقدام.